البرواز من الخارج. بسم الله ما شاء الله عليه، كثافة نحلية ممتازة. ودي الخلية يا جماعة اللي احنا عملناها في اقل من 5 دقايق. شايفين النحل عليها قد ايه اهو، خلاص عشان ما نقولش بس ان النحل هيموت نفسه ويموت بعضه والكلام ده، لا لا لا، النحل انت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبائي اعزائي مشاهدي قناة المراد، اليوم احنا في المنحل بنكمل الفيديو السابق اللي احنا عملناه يوم الجمعة، نزل بعدها بيوم او بيومين. الفيديو اللي احنا عملنا فيه في اقل من خمس دقايق هنعمل خليتين من خلية واحدة. كانت الخلية دي قوية، او كانت الخلية اللي في المكان ده كانت قوية، وجبنا الصندوق ده جنبها ونقلنا البراويز دي فيها، وزودنا بروازين من الخارج، وشلنا الخلية الام من هنا ونقلناها في مكان تاني، وجبنا الصندوق اللي احنا عملناه الجديد ونزلناه في مكان الخلية الام عشان النحل السارح يجي عليها. هنشوف دلوقتي ايه الخلية الجديدة، ماشي؟ هل الملكة اتنقلت في الصندوق الاخر، كانت في الخلية الام ومشيت مع الصندوق التاني، ولا هي جت في الصندوق ده وهي موجودة دلوقتي؟ طبعا الخلية اللي هيكون فيها الملكة خلاص هتبقى شغالة الملكة، الخلية اللي ما فيهاش الملكة هتبقى فيها ايه يا جماعة؟ هتبقى فيها عيون ملكات. احنا شايفين النحل بسم الله ما شاء الله عامل ازاي يا جماعة؟ اهو شايفين البراويز عاملة ازاي؟ طبعا انا لما بدخن النحل بينزل لتحت. هذا البرواز الاخير، دول 6 براويز همت اللي احنا عملناهم ساعتها. هذا برواز بسم الله ما شاء الله شايفينه، وهذا النحل موجود زي ما انتم شايفين وبكثافة، والحضنة زي ما بنقول عليها دائما من استدابة لاستدابة، يعني بدء الحضنة من اول استدابة، من اول الشمع لاخر الشمع، في عسل رش خفيف قوي قوي موجود. البرواز من الخارج بسم الله ما شاء الله عليه، كثافة نحلية ممتازة. ودي الخلية يا جماعة اللي احنا عملناها في اقل من 5 دقايق. شايفين النحل عليها قد ايه اهو، خلاص عشان ما نقولش بس ان النحل هيموت نفسه ويموت بعضه والكلام ده، لا لا لا، النحل انت بتقسم، عارف دي طريقة من التقسيم، خلية نعملها خليتين، خلية نعملها خليتين لما يكون فيها كثافة من النحل وفيها ايه حضنة. شايفين النحل عامل ازاي؟ هننقل البرواز الاخير ده ونشوف اللي بعده. طبعا انا كل ما ادخن النحل بينزل لتحت، شايفين الحضنة بسم الله ما شاء الله والنحل شغال. طيب الملكة موجودة ولا مش موجودة؟ مجرد ما شفت البرواز اللي قدامي قلت الملكة مش موجودة يا جماعة في الخلية دي، الخلية الجديدة الملكة مش موجودة فيها. ايه اللي عرفني الملكة مش موجودة فيها بقى؟ لازم نعرف كده خطوة خطوة. لو شفتوا هنا مكان صباعي كده، هنشوف مع بعض. عينين ملكات اهو، عينين ملكات جداد، يعني انا لو شلت الجزء اللي فوق ده هنلاقي فيه الغذاء الملكة تحتهم، وفي عين كمان هنا وعين جنبها، خلاص اكتر من عين ملكات موجودة. يبقى كده الملكة مش موجودة هنا، وعشان كده شايفين في عسل نحلة اهوت، والعيون اللي هتخرج منها اهو عين، عيون الملكات اهي موجودة زي ما انتم شايفين. الخلية شغالة حلوة بسم الله ما شاء الله، يبقى نجحت. بس كل ما في الامر انا محتاج ملكة لهذه الخلية. لو عندي ملكة متقفص عليها من 3 4 ايام هنزلها، ماشي؟ طبعا احنا بنعرف الناس اللي ليهم اهتمام بالنحل ايه اللي بيتم. دي عين ملكات اهي برضو، اهي عيون ملكات اهي. انا مش عايز الملكات دي كلها، انما الحضنة موجودة. هنلاحظ ان ايه، الحضنة لما بيفضى مكانها بتخرج الحضنة، على طول بيحط مكانها ايه، عسل. دي عيون الملكات اهي، بيحط مكانها عسل. ليه؟ لان مفيش ملكة هتحط بيض فيقوم النحل يحط مكانها الايه، العسل. الناحية التانية بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين النحلة هعمل على السدابة ازاي. بسم الله ما شاء الله، خلية كويسة متميزة، واحنا لسه عاملينها ناشئينها من 4 ايام، ناشئينها لسه من 4 ايام.
وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده يا جماعه النحل موجود وبكثافه. طب ايه النحل هنا زياده ليه؟ لان انا نقلت الصندوق اللي كنت بعمله الجديد وحطيته مكان الخليه الام اهو. بسم الله ما شاء الله عيون الملكات موجوده اهي ومقفوله. طبعا عيون الملكات ديت قدامها حوالي اسبوع على ما تخرج، لان هي بقى لها اربع ايام بتاخد لها 11 12 يوم وتطلع. ماشي، شايفين احنا النحل، الله اكبر، النحل محتاج براويز تتحط له اهو. شايفين النحل، كثافة النحل، يعني الخلايا ديت لو الملكة موجودة كنت هسقط لها برواز او اتنين كمان دلوقتي، بس لان الملكة مش موجودة انا هحط لها ايه بقى؟ برواز حضنة، ها برواز حضنة جديدة، يعني بيض جديد من اي خلية. خلاص بسم الله ما شاء الله. هنبدأ نضم الخلية بتاعتنا اللي هي الصندوق اللي احنا عملناه الجديد، الخلية الجديدة، ونرجعها مرة تانية لمكانها ونحط لها برواز حضنة جديدة عشان النحل يقفله، لأن لو الملكة موجودة هتحط بيض جديد، فهي مش موجودة احنا نجيب لها للخلية برواز يكون فيه بيض حديث ونحطه في وسط الخلية. ده برواز اهو فيه بيض حديث عمر يوم ويومين وثلاثة. خلاص اهو الناحيتين، احنا دلوقتي البرواز ده فيه حضنة، فيه حضنة هنلاقيها بتلمع قدامكم اهي، هنكبرها شوية عشان تبان. ماشي خلاص، من الناحية التانية بسم الله ما شاء الله. هنحط البرواز ده هنا خلاص، ونضم عليه بقية البراويز. وشايفين الخليه الجديده عامله ازاي يا جماعه، اللي هي بقالها وعملناها في اقل من خمس دقائق من خليه ام وحطناها مكانها عشان تستوعب ويجي عليها النحل السارح اهو. انتوا شايفين اهو، هي ما فيهاش دلوقتي ملكه، دلوقتي حطينا لها سبع براويز شغالين اهم كمال، وهنغطي عليهم بالبرواز اللي هو الفاضي ده عشان النحل لما بيشتغل عليه لو احتاج يشتغل بيوسع عليه. هنرجع للخليه اللي احنا قسمنا منها الخلية اللي احنا شفناها، الخلية الجديدة، ودي الخلية الام يا جماعة اللي احنا خدنا منها الخلية اللي لسه شايفينها دلوقتي وقسمناها. اكيد طبعا لان احنا ملقناش الملكة هناك، اكيد هنلاقي الملكة هنا في الخلية دي. هنشوفها مع بعض. بسم الله ما شاء الله، هذا برواز في حضنة. ماشي زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله في حضنة. هنلاقي النحل هناك اكتر من هنا، ليه؟ لان هناك النحل السارح جه كمل على الخليه زودها، بيبقى اعداد كبيره من النحل السارح، انتوا شايفين معايا كده. ماشي طيب، هنشوف مع بعض كده لحد ما نشوف ان شاء الله الملكه، او نشوف اثار الملكه اللي هو وضع بيض ايه حديث. هندي دخانه خفيفه كده. ماشي طبعا العمل ده بقى له اربع ايام. هل الملكة موجودة في برواز هنا؟ طبعا في نحل سارح كتير هنا، في ايه زي ما انتم شايفين، في حضنة مغلقة. طبعا الحضنة المغلقة دي مجرد ما بتطلع يا جماعة الخلية بتزيد وبيكتر عددها وبيبقى اضعاف ذلك. خلاص انا يهمني اشوف الملكة او اشوف الحضنة جديدة او بيض عمر يوم ويومين. شفت بيض عمر يوم او يومين الملكة تبقى موجودة، ما ماتتش. موجودة الملكة، هنشوفها وهنصورها برضو. في بيضة اهو زي ما انتم شايفين، ها زي ما انتم شايفين ادي الملكه اهي يا جماعه، الملكه اهي اهي الملكه، بسم الله ما شاء الله موجوده، شايفينها اهي اهي ماشيه شغاله بتحط بيض، بسم الله ما شاء الله شايفينها اهو. طبعا عشان انا دخنت على الخليه ف النحل ايه نزل من عليها شويه اهو. الملكه بتبص دلوقتي في العيون وهي ماشيه، العين اللي هتلاقي ما فيهاش حضنه ما فيهاش بيض هتحط عليه ايه؟ بيض. طب الملكه ممكن نشيلها على ايدينا؟ ممكن، بس ايه هتتاثر؟ ممكن تتاثر، انما عادي هي شغاله وبتتحرك، هي على البرواز اهي في وسط شويه نحل اهو. ادي الملكه اهي يا جماعه، انا حطيتها في ايديا اهي، مشيت على صباعي ونزلت على البرواز مرة تانية اهي، مفيش شرط. المهم التعامل معاها بحذر عشان ما تطيرش من الخلية وتأثر على الخلية. البرواز زي ما احنا شايفينه يا جماعة في حضنة، ماشي
وفي يرقات بيضة اهي قدامنا، وفي بيض جديد لسه محطوط من يوم ويومين وثلاثة. خلاص كل ما نبع كده يمكن تبان معانا اكتر. نحاول نكبر صورة عشان نستوضحها. ماشي، نقلب تاني نصغر الصورة تاني. شوف النحل تركز فين اهو عشان الدخانة، وادي الملكة اهي. الملكة اهي خلاص اهي الملكة. ماشية، هنرجع بقى البرواز. خلاص احنا اطمنا ان الملكة موجودة، النحل اتكشف شوية من على البرواز علشان احنا دخلنا عليه، وهنبدأ نشوف بس ايه برواز كمان كده اهو اللي فيه العسل، وفي نحل اهو، والناحية التانية النحل زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله. وهنضم الخلية بتاعتنا دي دلوقتي ماشي، واحنا اطمنا ان الملكة موجودة. ودي النحل نزل كتير في الخلية من الاسفل اهو عشان الدخانة، لان النحل كان شرد شوية فانا زودت من الدخانة. عملنا خليتين من خلية في وقت قياسي في اقل من 5 دقايق، وشفنا الخلية بتاعتنا دلوقتي لانها كويسة الام دي. كل ما في الامر ان يومين ثلاثة هتبدأ الحضنة اللي موجودة اللي هي محمصة تخرج، هتزود كثافة النحل وعدد النحل. الخلية ديت لو احتاجنا نجيب لها برواز من اي خلية اخرى هنجيب لها، لو لقينا العملية انها محتاجة تقوية. انما الخلية الجديدة اللي منها قوية قوية، وحطنا لها دلوقتي 7 براويز ان شاء الله تشتغل عليهم ومية مية. والملكة لما تطلع ملكة جديدة، او لو حطنا لها ملكة جديدة هتساعد في الشغل بتاعها. بنقول لأحبابنا وأعزائنا مشاهدي القناة كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.